تاني نقطة معانا النهاردة وهي رؤوس الصفحات وتسجيلاتها وترقيم الصفحات اللي هي الهيدرز والفوترز والبيج نمبرز. هنروح للورد بتاعنا. احيانا بنحب ان احنا نكتب كلام في الملف بتاعنا يتكرر في كل الصفحات، زي ايه؟ زي مثلا ان احنا نحط اللوجو بتاع الشركة بتاعتنا، او زي ان احنا نحط ترقيم الصفحات، او زي ان احنا نكتب عنوان الكتاب او المؤلف. مش معقولة هفتح صفحة صفحة لو مثلا عندي ملف 100 صفحة وهقعد اكتب اللوجو، احط صورة اللوجو او اكتب جملة معينة في كل الصفحات. وهنا بيجي اهمية الهيدر والفوتر والبيج نمبرز. لو جينا فوق كده في اي حتة في الصفحة ودوسنا دبل كليك بيتفتح لنا حاجة اسمها الهيدر اللي هو رأس الصفحة، وتحت الفوتر اللي هو تسجيل الصفحة، و بيتفتح لنا القائمة دي اللي هي ديزاين، وبنلاقي هنا هيدر وفوتر وبيج نمبر. نقدر منهم نضيف اللي احنا عايزينه. دي طريقة. الطريقة التانية واحنا واقفين كده في الملف نضغط على insert وهنلاقي هنا برضو الهيدر والفوتر والبيج نمبر. تعالوا نجرب الاول البيج نمبر. لو دوسنا عليها كده واخترنا هنلاقي اول حاجة top of page، بنلاقي هنا sets جاهزة، هو مجهزة او presets جاهزة لشكل ترقيم الصفحات لو عايزين نحطه فوق في الهيدر، وده يعني نادر، عادة بنحط الترقيم تحت بس عادي ممكن في ناس بتحطه فوق. تمام، هنلاقي أشكال كتير موجودة نقدر نختار منها، ونفس الكلام في البوتوم. أوكي، وبنلاقي حاجة اسمها page margins، يعني تقدري تحطي ترقيم الصفحات في الهوامش. ساعات كده عارفين بيبقى فيه ترقيم صفحة بيبقى في الجنب يمين أو شمال فوق أو تحت، تتعامل من هنا. او current position، يعني لو انت حاطة السهم الماوس بتاعك مثلا الكرسر السهم بتاعك في حتة معينة وعايزاه يعمل لك ترقيم الصفحة في الحتة دي فبتختاريها من current selection. طيب انا هروح bottom page وهختار مثلا شكل عجبني وليكن مثلا ده مثلا في النص كده. هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندنا هو الترقيم في اول صفحة، احنا هو عمل لي رقم واحد، هنيجي الصفحة التانية رقم اتنين وهكذا. لو جينا دوسنا كنترول اف هيفتح لنا اللي هو نافيجيشن. لو روحنا عند البيجز اهو هنلاقوا بصوا ترقيم الصفحات اتعمل اوتوماتيك في كل الصفحات. طيب انا دلوقتي عايزة الترقيم ده يكون بالعربي، هنعمل ايه؟ فاكرين زرار RTL run اللي قلتلكوا عليه؟ بندوس عليه كده. مجرد ما احنا معلمين بيج نمبر واحدة هنروح الباقي نلاقي كله تحول لعربي. طيب لو احنا مثلا دي لقيناها كبيرة شوية نعمل ايه؟ عادي ندوس على اي واحدة، واحد اتنين تلاتة، ونقوم مصغرينها كده. اوكي، موسطنينها في البيج. في درس بعد كده ان شاء الله هنتعلم ازاي نوسطن الحاجة اوتوماتيك. اوكي، لو روحنا بقى لبقية الصفحات هنلاقيها كلها اتوسطنت وبقت بحجم واحد. اي تغيير بتعمليه في اي واحدة فيهم بيتعمل اوتوماتيك في الباقي. طيب ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن من القائمة دي لما نعلم عليها كده نلاقي قائمة فورمات نقدر نغير اللون، الشيب فيل نقدر نخليه اي حاجة، وكمان الاوتلاين نقدر نعملها اوتلاين. تمام، طيب ونفس الكلام في لون الكتابة نفسه نقدر نغيره او نكبره. دوست عليه كده ورحت على الهوم وكبرت الكتابة بتكبر. اوكي، طيب عايزة بقى اقفل الفوتر اعمل ايه؟ بروح تاني للديزاين وادوس اكس، او ان انا ادوس دبل كليك برا في اي حتة وكده عملت ترقيم الصفحات. طيب في نقطة مهمة في ترقيم الصفحات دي، انا بدي اول واحدة هي رقم واحد، بس عادة اول صفحة ما بيتكتبش فيها ترقيم. ازاي نعمل حاجة زي كده؟ هندخل تاني على الفوتر دوس دبل كليك، بص في قائمة الديزاين هنا ظهر لنا حاجة في اسمها اوبشن، هنلاقي اول اختيار فيها different first page. لو دوسنا عليها هيحصل ايه؟ بصوا جينا في اول صفحة لقيناه كاتب لي ايه؟ first page header و first page footer، والباقي كله بقى مكتوب فيه header و footer، وبكده هو فصل لي الهيدر والفوتر بتاع اول صفحة عن بقية الصفحات. وزي ما احنا شايفين مفيش هنا ترقيم صفحة، لكن من اول صفحة اتنين بيبدأ الترقيم. تمام، وبقيه الصفحات طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده اهو، اول صفحه ما فيهاش ترقيم وبقيه الصفحات فيها ترقيم. طيب هنيجي بقى لنقطه تانية، ان انا عايزه
من هنا يكون دي الترقيم رقم واحد، مش عايزة رقم اتنين. هو عادة بنبدأ رقم اتنين، بس احيانا ممكن ابقى عايزة ان انا ابدأ رقم هنا واحد، هعمل ايه؟ وانا واقفة هنا اما ادوس رايت كليك واختار فورمات بيج نمبر، او من القائمة دي هلاقي تحت خالص فورمات بيج نمبر. هلاقي في الصفحة دي اولا طريقة ترقيم الصفحات، ثانيا هنلاقي هنا حاجة اسمها يا اما continue from previous section، يعني كملي على اخر الترقيم كان موجود من المرة اللي فاتت، او start at. فstart at مش هندوس بقى واحد، هنقول zero، يعني خلي اول ورقة في الملف zero عشان هنا تبقى واحد. فلو دوست اوكي بصوا ايه اللي حصل، هنيجي لتاني صفحة هنلاقيها بقت رقم واحد، ودي طريقة تغيير ترقيم الصفحات. طب لو انا عايزة اشيل ترقيم الصفحات ده اعمل ايه؟ يا اما اوقف كده وادوس delete، او من page number ادوس remove page number. طيب انا بس عايزة اظبط الخط هنا كده، ادوس control del جيم اوسطنه عشان بس يتوسطن كويس. نقطة تانية في ترقيم الصفحات، ساعات بنشوف ان الكتاب بتاعنا مثلا بنلاقي الصفحات اللي على اليمين الترقيم لبرة ناحية اليمين، والصفحات اللي على الشمال الترقيم بتاعها ناحية الشمال. ازاي نعمل حاجة زي كده؟ واحنا واقفين كده من تاب الديزاين هنلاقي برضو حاجة اسمها different odd and even pages. الodd والeven اللي هي الفردي والزوجي، لو دست عليها حصل ايه؟ هنلاقي الصفحة اللي احنا كنا فيها ترقيم، لكن الصفحة التانية ما بقاش فيها ترقيم، والصفحة التالتة فيها ترقيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو عشان انا كنت واقفة في صفحة فردية odd، اهو بصوا مكتوب هنا ايه odd page footer، وتحتها even page header، فكل الصفحات القد بقى ليها الترقيم لوحدها. اقدر مثلا اقوم جايباه واخده كده هنا على اليمين. طب هنيجي بقى للايفن اللي هي الزوجي، نعمل ايه؟ هنعمل انسرت تاني، انسرت، واقدر اغير بقى الشكل او اخليه زي ما هو بس اخليه على الشمال. فهروح لنفس الشكل واعمل كده وهعلم عليها وهدوس RTL run وهصغرها شوية زي التاني، وهجيبها بقى ايه على الشمال. بصوا ايه اللي حصل، صفحة 3 على اليمين، صفحة 4 على الشمال، صفحة 5 على اليمين، وهكذا. طبعا لو انا عايزة اتأكد ان تنسيق الصفحة دي بالظبط زي التانية، انا ممكن اخد دي كوبي واروح هنا ادلت دي كده وادوس بيست. بصوا الترقيم اتغير اوتوماتيك، يعني انت مش بتحتاجي تغيري الترقيم، بس لو انت عايزه بس تتاكدي انها نفس التنسيق. فهنلاقي هنا 4 وهنا 5 وهكذا. في كده ابقى خلصت ترقيم الصفحات وكل الاوبشنز بتاعته. هنيجي بقى للهيدر والفوتر. هروح هنا انسرت واختار فوتر، هلاقي عندي اشكال كتير للفوترز، ممكن تبقى مجرد تزيين او كتابه ضمنها ترقيم صفحات. يعني احيانا ممكن ما تحتاجيش تعملي بيج نمبر والفوتر نفسها يكون بيج نمبر، زي مثلا لو اخترنا دي كده بصوا اوتوماتيك اضاف لنا ايه بيج نمبر ولغى اللي انت كنت عاملاه. طبعا هنا في الاود بيج، لكن في الايفن هتحتاجي نزود فوتر تاني، لان ما دام علمتي على الاختيار different odd and even page يبقى هيكونوا مختلفين في كل حاجه، الترقيم الهيدر الفوتر، فكل حاجه هتعمليها مرتين. فبنيجي هنا للفوتر ونعمل ايه الفوتر اللي كنا فيه ده هنختاره برضو، ولكن بقى نقدر ساعتها نغير اتجاهه بان احنا انا هجيب دي على الشمال كده هنا عشان يكونوا ايه يعني مختلفين، يعني يبقى اليمين مختلف عن الشمال. وطبعا هاجي اعلم على الكتابة واخليها ارتي رن، وهنا نفس الكلام ارتي رن، وهنا الكتابة طبعا محتاجين ان احنا تبقى ناحية اليمين كده عكس اللي فوق. ودوس ديليت، ودوس ديليت، واقدر اكتب مثلا كتاب العادة ملخص كتاب تمام. كتبت كده عندي اسم الكتاب، اخده كوبي واروح للصفحة التانية
وبرضو هدلت التاريخ ده وادوس بيست خلاص، وكده بقى عندي ترقيم صفحات اليمين مختلف عن الشمال، وكتبت اسم الكتاب. اوكي طيب، بس في فرق هنا ان ده واصل لاخر الصفحة. اوكي، يتبقى بقى الهيدر. فمن الهيدر اقدر بقى في كذا حاجة اعملها، برضو ممكن اعمل ترقيم صفحات، ممكن اعمل، تعالوا مثلا في الهيدر نحط اللوجو بتاعنا. لو انا عايز اضيف اللوجو بتاعي هقف هنا وادوس انسرت واختار اللوجو بتاعي. جه اللوجو بس طبعا زقلي الهيدر كبره جدا، فكل اللي بنعمله ان احنا بنصغر الحجم خالص. واقدر اجيبه على الشمال من هنا، دوست كده هلاقي اللوجو بتاعي اتحط في كل الصفحات. بس طبعا هو دلوقتي اتحط في الصفحات الفردية، فهروح اخده كوبي واحطه في الصفحات الزوجية. بيست من هوم، اجيبه على الشمال. كده زبطنا الهيدر والفوتر وترقيم الصفحات بتاعنا، وعرفنا ازاي نعمل الفيرست بيج مختلفة عن بقية الصفحات، ونقدر نحط لها هيدر وفوتر مختلفين عن الباقيين، وازاي نعمل الصفحات الفردية مختلفة عن الصفحات الزوجية. وفي اي وقت عايزين نشيل الهيدر او الفوتر من تحت بنختار ريموف. ويلا بينا نشوف الدرس اللي جاي.